السلام عليكم يا فنانين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما ومبسوطين. احنا النهارده هنرسم الرسمه دي، اوريكم ازاي ممكن نرسم رسمه 3D. النهارده هستخدم خامات كتير شويه، تعالوا نبدا ونشوف. طبعا اول حاجه انا مرصوص، هعمل اول حاجه زي سنتر لاين للمكان اللي انا هحط فيه الكان. نعمل زي مستطيل كده للكلمة اللي هنكتبها. انا كأني الجزء اللي انا هلونه ابيض انا بعلمه دلوقتي بالقلم الرصاص. انا هنا هبدا ان انا هلون الاول ازرق بماركر، بس انتوا عادي ممكن تشتغلوا الوان خشب لو مش معاكم ماركر، او لو حابين تعملوا حاجه شبه كده ممكن تشتغلوا بطبقه من الوان الاكريليك او الجواش او الميه، وبعد كده نشتغل فوقيها بالباستيل والخشب زي ما انا هشتغل. انا دلوقتي مثلا الازرق ده نجرب نحطه. والناحية التخينة دي ساعات كتير بتخرج بره، ما حبتهاش خالص يعني الحقيقة. هشتغل بالرفيع بس الأخطاء دي كلها نبقى نظبطها. هو ميزة الماركر ايه؟ بصوا، هو الحاجة عشان تبان 3D فاحنا محتاجين نخليها اولا ما تبانش ان هي متلونة، يعني ملمس بقى الخشب والكلام ده عايزين يبقى متداري على قد ما نقدر. هو ميزة بقى الماركر او الوان المية او الاكريليك ان بتبقى الورق اصلا ما تشبعتش لسه، الورق مسامها لسه كويس، تقبل بقى تاخد تاني خشب براحتها. يعني انا كده عمالة بحط درجات اغمق، بس هي كمان لسه الورق ما تشبعتش بالالوان، لان الماركر مش بيأثر على ملمس الورق او الاكريليك او المية، يعني من هما نفس الفكرة. Thank you.
حسينا دي ممكن تتعمل احسن ببس لان هي عايزه تتدرج كده. مبدئيا الماركرز دي جات لي هدية من بنوتة اسمها عائشة من السعودية او الكويت، يا رب انا ناسية، بس بجد عشان انتي لو شايفيني دلوقتي فمرسي جدا بجد على الهدية دي. انا ما كانش في دماغي يعني من زمان وبقول عايزة اشتري ماركرز، هبقى اشتري ماركرز، بس يعني ايه الخطوة ما بتجيش يعني. فبجد شكرا على الهدية الحلوة دي، و انت السبب ان انا دلوقتي والله بعمل الفيديو ده. درجات الاحمر ما فيهاش الفائق قوي، او يمكن احنا كنا محتاجين نحط، هحط فوق الاحمر ده هنا شوية اورنج يعني، بس خلص الدرجة دي الاول. حط فيها شوية من الأورنج لأن هنا أحمر بنتي على الأورنج حب. أوكي كده أحسن شوية. تعمل بقى بالأحمر بتاع الباستيل بصراحة أقوى يعني، هي الماركرز بس كطبقة أولى بتخلي الدنيا اوكي حلو يعني، انما مش بكمل الرسم كله بيها يعني، بس طبقة الأولانية. الموضوع بجد جميل جميل جميل. همسح الرصاص اللي كان في كلمة بيبسي دي. هحاول اظبطه الاول. في حاجات معينة بس اللي هتك عليها بالابيض، انا مش كلها هتك عليها بالابيض. الجزء اللي انا برضو ممكن اتعامل بدرجات رمادي برضو ماركر الاول وبعد كده بالخشب. اللون ده عايز يتحط هنا برضو.
الفصول ممكن أبدأ الأول بالظل، هكذا في الآخر خالص هسيب الحنفة بقى بتاعتها كلها. الظل غالبا نعمله إيه؟ ممكن أبدأ الأول ماركر وبعد كده نكمل بودر في الأطراف. حبيت الماركر، حبيت الموضوع أوي بصراحة. بس كده، يا رب يكون الفيديو عجبكم. متنسوش تعملولي لايك، تتعولي دعوة حلوة، اكتبولي في الكومنتات حابين نعمل ايه الفيديو اللي جاي. دوسوا على الجرس عشان يوصلكوا نوتيفيكيشن بكل الفيديوهات الجديدة. اشوفكوا على خير في الفيديو الجديد ان شاء الله. باي باي.